haddii tusaale ahaan 10 dollar lagugu leeyahay, haddaad 2 kun bixiso 8 kun mudaad qabsanaysaa, muddadaasaad ku bixinaysaa lacagta, taasi xarig kama dhasho. Badana haddii uu qofku macadiideyn wax bixiya hantidiisa gaarkaaba la xaraashaa, taasi halkaasay martaa. Tan kale ciqaabta waxa weeye inagu u baadhayno dadkan muddada dheer xidhnaanaya, muddada dheer xidhnaanaya. Horta sharci kuma xidhna, xal bay ku xidhan yihiin. Waayo qofku markuu ciqaabtii dembiga uu galay laga jaro, xuquuqda madani waxay qofka inta la sii daayo in maxkamadda sidii dacwadda madaniga loo furinayo filintaaba in loo furto oo dabeedna saa hantida looga qaaday ahayd. Laakiin badanaa waxa la yidhaahdaa qofka iska bixi lacagtii aan la sii dayn. Marka inagu tan baynu baydhaynaa ah qofku tan ciqaabta baynu baydhaynaa badanka loo xidhan yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى الضوضي يعني المركز تبسو قنتين ومرك لي برنامج في كلهم أكبر فإنت أجعل برنامج كأين نكو إنه أهلنا هذه دوم مهمة والله اللي ده الحاجة الشرعية واحد جلد الله يحرد دين يوم مرك ومدح بسيطة سمال الله كنت جلد تدخاسي وحسو تشعلي عن سوق أطلع وكيس والله وقفوا اللوب والمدي وحبسيطة لقصه صاري مدوح يضغطه مرة وصدح سنة حبنايت والعكس شاني الله بعطيه كون قاري سو الدين الله حداي كذي ملكي يتحين كيلو إذا العكس هاسو كون قاضي الشيء في كوحة موسطي وحكروا الشيء بس أولا نيلا يراهدو كوانا نورة محمد علي ملكا على وضع كيس با وحن قسوا الحكتي وهو شاو هو قلي تلفيشن كا MMTV ملكا برامج كان هرع وقالي لنا وحكروا الشيء من مين يسوونا دوان سيقنا اللي يسو دايح سلك حبس قد حي مقالة ده البيسة وصغار سنة حبنا وسونا مكو حبنا العقا ريسة شاني الله بعطون فلو دولار لكن مركز دميسكو بدي شو ستيري الله بعطون فلو دولار نقطي المقع عيسو عبد محمود ورسامي ساقنا بحسو ده يسلي تلفي شكاه ومدح لي هاي محمد عبد الشيخ إليك إلى آخر رسيو برنامج هو حمرتكو أحمد الله إسماعيل ومقع عليه الحلقة أحمد وحو كسو الشقيقي محكمة ده سومالان وصور نقضي كرصورة إن أرين ده مكحل لأنه حق في عمه كهيا وواقع عريق شرعي قبل الله حريدا إن وحندونا نسيه دول تاقنو دادك الدين تالله حرو الدين تسكب بحين كالواية محيد دادك أسيح عبوك اللي قفر دي سوى تاقو الدين تي ما بحين كرو ما إن حبسي الله حرو حبس عقابي لما ريوم با نسيه وحد شيلة حلال كلا وقف كاس بلور هذيك سولو هلا امتى انت هاي هلا هذا القرابي وحكوش يعني امتى والله تلي الشرعي محكمة ده كمان برضنا مركا وانا اقوم في عشرة جولة سولو مركا الاهلي واصف يا عوال واصف يا عوان دوا هاي اد بعض ما تصنت هاي عبد الشكور محمد هير سراء اد بعض ما تصنت هاي وان دوا هاي البرنامج كنوع برنامج ادو في عن ادو في عن وان سودا وين ايه وحوي ايه برشلونة انه فهمته ان دتك ده علمي جو حنول هنا دتك اوش يعني هو مهم وهي مركب ما انك كريو بحيث على سلا جرنايا زواتها ولا نرد دتك وح انو كوه رينا يا تدمان وان سلام يا دتك انا داون دونا سلام الاسلام كان كو سلام يا السلام عليكم طلبات ورمضان رمضان كريم ايا لي دتك ويل كستو جوجتان مسلمين تا غاران سوماليدا غاران ري سوماليلاند اد باني كانو سلام يا ادغنا ما سنتي ولا البرنامج كان دتك لو خيره ديمها دتك الدين لو ما خيره تمر كوره بدل دتك الدين لو ما خيره waxay ka dhashaan xukuna ciqaabe ka dhashaan xuquuq madani baa ka dhalata. Hadii jeeraale qof baa gaari wata, cid buu jiirayaa, cidda marku jiiro mag baa ka dhalanaysa iyo taxadar daradii. Marka waxa weeye marka qofka ciqaabna ku dhacaysa dowladeed oo ciqaab qodob baa ku dhacaysa xuquuqda madani oo idaba taala ee qofka inta suuqun laga soo qabtay deyn looma xidho oo dabeedna 10 sano jeel uguma jiro ee badanaa dadkan la xidhaa waa dadka hadii jeeraale falalka ciqaabeed gala kaasay daba taala xuquuqda madani. Tusaale ahaan qofku markuu cid jiiro mag baa ka dhalanaysa, magtii cid ka bixisa haduu waayo ama dalkaba aanu dhalan waa ajnabi yahay wuu xidhnaanayaa, xuquuqda madani waa la daba dhigaa waaranka. Talabaad, qof baaba hanti loo dhiibay, dukaan baa loo dhiibay, meherad baa loo dhiibay, hanti buu maamulayay, hantidaas hadday lunto oo amaana lunsi ku dhaco markaasa ciqaabna lagu xukumaa
حقوق مدنيه لغو حكومه مركا دادكو اني فهمان قف قف لعكو لما صوح دون تا واخ لو مرا قاب مدنيه لو مرايو دعوت مدنيه لو مرايو عقاب ما وقف كنت محكمه دعوت كفرته ايو محكمه دعوت عاشورتها فلين با لو ديرا هانتي دي سال ايغا هانتي دي سادو هانتي هاشتا مركا هانتي دا لغا جرا هدي كلمه مده لو قبطه واخ كو يريو تاسي واخ مرتا قاب كان مدنيه لكن تن عقابته oo sida qodobka 496 baab alkhiyamo qodobka 502 amaana lunsi qodobka 446 oo dhaawaca oo shila qodobka 440 oo dhaawaca isna paragraph 2 paragraph 1 qodobadaas ay xuquuqda madani ka dhalata horta marka weyn la fahmaa taas waxa weyn marka ciqaabtu ka dhamaato ayaa xuquuqda madani la dabadhiga horta intaasan sharax ka horaysiinaya سيدي عمر كنت ورشة لحضرتك مركها وقفك مركها وين كان قاعدنا مثلا قفك أي هانتي كلهم إلا على كلهم تو محمد قال يا سيد حربي سبل سلوك الدوية وين كان قاضي نايو قاب كان مدني او مصر عنه قاب كان مدني هو اسكا سعوداي دوت كديمه اسكو يا شان فربدان دد كديمه لو يشان مغالده وي كبوخان لما خريغا قفكو نو تايا لا كلا قورتا نو تايدو محكمه دغيا او شا او عاشورتا والله ييرا دينتا سا لو ليما قبطا ها بو يرادا اسكا بيخي با ليرا حدي توالان تبو كنا دور لو ليهي حدا 2000 بخيسو سيديتا كن مودال قبسانيسا مودال سات كن خينا سلعت تاس حركه ما دشو بدنا haddii uu qofku macaddiideen wax bixiya hantidiisa gaarka ba la xaraasha taasi waa halkaas ay martaa tan kale ciqaabta wax weeye inuu u baareyno dadkan muddada dheer xidnaanaya horta sharci kuma xidna xalbi ku xidhan yihiin waayo qofku markuu ciqaabtii dembiga uu galay laga jaro xuquuqda madani waxay qofka inta la sii daayo in maxkamadda sidii dacwada madaniga loo furinayo fulintaaba in loo furto dabeedna saa hantida looga qaadayahay laakiin badana waxa la yidhaahdaa qofka iska bixiya lacagtii la sii dayn marka inagu tan baynu baydhaynaa ah qofku tan ciqaabta baynu baydhaynaa badanka loo xidhan yahay ee wadha hore la sii dayay ee ka midka yihiin taasaynu baydhaynaa taasaynu sharaxayna waa baahsan tahay hala haddii aynu leexanno dabca saas sheegto dhinaca ciqaabta inu soconnaa halka aad ku aroorisay ahminka inta badan qofku markuu ka dhammaado ciqaabtii ku dhacday inuu xal ku sii xidhan yahay marka qofku حقوق اللي هي مرتاح حقوق دي حقيقة الله راعية يدو هدو تولد دينتي اللي قد من اللي قد ديني وصف يعني وحويا شرعيا مرك اللي هي جايو قفك لا بحكم لا بحكم باكو دعاي مرك شرعيا اللي هي جايو الشرع الله راعي لا بحكم باكو دعاي ككوبا دو عقاب تدم بيجو قراي تصالحان قفكو برقاضي قعن بكتشبي burqaadista iyo gacan ka jabintaas ciqaab baa u taalo tusaalan waa 2 sano labadii sano ee falka uu galay ee axmaqnimada ah waa laga jaray gacantii jabtay magteedii oo 10 halaada ama 25 halaada tusaale ahaan ayuu xidhaanay qofkii takhaladkii waa taa waa in qofkii la soo daayo dibadda uu imaado dacwadii lagu furto xukunka qaybtii ciqaabtayd ma way dhammaatay qaybta madaniga in la furto oo maxkamadda la geeyo cashuur laga bixiyo oo qofkii sida qofka deynta lagu leeyo loo dacwin jiray loo dacweeyay weeyaan laakiin hadii jeelasha lagu sii haya iyadoo la isleeyahay haddii qofka soo baxo iyadoo la isleeyahay wax loo xabta xalba loo haya oo wax weeye qodobkan xuquuqda madani haddii uu leeyahay sharaxaad dheeraada hadduu leeyahay oo xeerar loo hayo waxaa loo la qofka markuu sanad xidhnaado lacagtii intaas ka godaa la oran lahaa ka guumaysan waanta taagnaanaysa uun marka tayn ku hadlayna waa taa sharci cad oo sheegayo la leeyahay qofku inta deynta bixinay weligaa la hayo oo qoran ma jirto ee waxa la isleeyahay markuu soo baxo dibadda uu soo baxo dadkii xaqa ku lahaa amba uu dhaawacay amba uu dilay ayaa amni darka dhalan doonta la dili doona isagana waa taa